التطوير لا يتوقف في خلية عمل شغالة على مستوى 8 وزارات وثلاث لجان برئاسة رئيس الوزراء عشان تنظيم استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر اللي جاي، وعشان يخرج المؤتمر بالشكل اللائق اللي بيعبر عن مكانة مصر الحقيقية. مصر تولي أقصى اهتمام لتنظيم استضافة مؤتمر المناخ القادم كوب 27، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة مصر الحقيقية وعراقة شعبها، حيث تتم متابعة كل خطوات الإعداد اللوجستي والتنظيمي والموضوعي من خلال اللجنة العليا المشكلة من 8 وزارات وثلاث لجان برئاسة رئيس الوزراء. ويتم العمل على قدم وساق للانتهاء من إعداد استراتيجية المساهمات الوطنية لانبعاثات تغير المناخ وصياغة المشروعات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وتحرص الحكومة على الاستفادة من مؤتمر غلاسكو كوب 26 خاصة فيما يتعلق بالناحية الأمنية والصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإدارة العلاقة مع الشركاء والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأجنحة المشاركة مع خطة عمل المتطوعين والفريق المحلي والتنسيق الوطني بين الوزارات المعنية. كذلك تحرص مصر على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمؤتمر بالمستوى اللائق وفق الخريطة الزمنية، مع التأكيد على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبي احتياجات المشاركين في المؤتمر.